اللي بدا باقي ما فهموش مزيان بالخفه ندير لهم واحد الريزومي خفيف. وغادي نهضروا على خوتنا اللي كيدو دابا البروباغندا باش يخليو خوتنا في الحرام. طلع با يوسف دابا طق كاميدي. صحيح صحاب كلشي مزيان باقي بالحوايج باقي بال شنو اسم مالك؟ هانيبال هادي هانيبال هادي هانيبال نسبني تاع هانيبال حرب هي خويا خويا مشكلة بنادم بغى يدخل الجنة يدخل سوق راسو. واش يا صاحبي انت واش يا صاحبي انت ما فاهم والو وتسيطر علينا المشكلة يكون غير الجهل. ادعاء المعرفة أخطر من الجهل أبا وياب. دابا المشكلة كلشي فيديو ديالهم عامرين بادعاءات ديال المعرفة أصاحبي. وفاش كتجي دير لهم واحد ليكزامان بسيط ديال الحقيقة أجي أش كيقول هذا نشوف لي غوسورس اللي كاينين الانترنت زمان المعلومة. هذا الجهل اختياري با واو والناس كيهضروا على المصداقيه يقولوا اللي بغاو ديجيتاليزاسيون كل واحد غادي تحطو في بلاصتو. راه هما كلهم هذول كيغوتوا راه عندهم الحق ياخذوا رزقهم بيان غير ما ياخذوش اكثر من حقهم. الى كاين لقطه ضبيه كاين تاخذ 30 مليون غادي تاخذها على حساب خدمتك. وناس بزاف كيسحابهم اخويا يوسف. واش هذاك هذاك راه الصندوق ديال تقطعات كونيكسيون با كونيكسيون تقطعات ديال كونيكسيون با يوسف ما كنسمعكش. بلاتي نعاود نعاود يتكبر بلاتي نو بلاتي كامل بنادم. دابا كاينين شي وحدين كيتصحابو موش هذاك اول حاجة هاد اللعيبة بنادم اللي كيقول راه الدولة كتعطي لي سيفونسيون لهاد المكتب هادي فكرة غالطة تماما. هاد المكتب هذا مستقل ماديا. الفلوس اللي كتجي تما ديال لي زارتيست هذيك ما كيعطيها لهم حد حقهم. هذا حقهم في الناس اللي كيكسبلواطيو لي زوفر ديالهم. هذه الاولى. واللي كيتصحابهم الناس ناعسين وكيتخلصوا لا سميتو الكرياتور هو اللي عنده الحق ينعس ويتخلص حيت هو اللي كيكري. الناس اللي كيديروا لانتربريتاسيون الا ما خدموش ما غاديش يتخلصوا. يعني الا ما داروش كونسيراج ولا عارف وقع شي مشكل في الانترنت عاود ندير لها انفيتاسيون. دونك فوالا بالنسبه شنو واقع دابا هما دوك الناس اللي في المكتب دابا مزيان. دابا مزيان اخويا دابا مزيان. بدلت قلتي التليفون. اوكي جربت في الاخر قلت النيتورك هنا ماشي النيتورك ماشي ستابل. اوكي با دونك برو نهضروا على على جلسه الناس كاين هادو ما غاديش واش هادشي اللي كندوي عليه حنايا واش الدولة اللي كتوصل هاد هادي كانت الدولة كتعطي لي سيفونسيون فاش كان المكتب في سوبات كان ناعس المكتب ما كانش كيقدروا يديروا البيرسيبسيون اي الاستخلاصات يمشيو عند لي زوتيل. هادي علاش حنتي واحد الوقيته في المغرب شحال الناس ذوي المشاريع صحاب لي ريستو الكبار لي زوتيل اكتشفوا باللي المكتب فيه الخوار وكانوا كيتواطؤوا حتى المناديب القدام ديال المكتب كانوا كيديروا كيتسماو لي غرون كونت والناس ديال المكتب القدام عارفين علاش كنهضر
كيمشيو لي زوتيل الكبار كيتفاهموا معاهم سكيفي لوتيل، المره الاولى كيعطي رشوه، المره الثانيه كيعطي رشوه، المره الثالثه كيولي يهدد المندوب تقول لي انا عارف كتشد رشوه سكيفي نهار تحرك راه غادي ندعيك بالارتشاء. كيولي المندوب كيخاف، المكتب ولات عنده ولا في حاله ضعف لدرجه انه غلبوا عليه كاع المستغلين في المغرب من غير الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفازه. بقات ديك الاداره بقات محترمه دوك العقود اللي عندها مع المكتب، وهي اللي اعتقاتهم من السكته قلبيه شحال من خطره. عاد باش كانت كتسمح الكونترا بروغرام والناس النقابه كيعرفوا هذا الشيء، هما اللي تعلمناه من عندهم سمعناه من عندهم ومشينا قلبنا، غير الفرق اللي بيننا وبينهم ما كناش كنسمعوا، حنا كنمشيو نقلبوا انت سمعتي شي حاجه كنمشي تيق. كانوا كيستافدوا منها، كانت كتدخل واحد 7 مليون درهم تقريبا للمكتب، هذيك هي اللي كانت سيفونسيون. هنا المكتب ولا عاهه على كاهل الدوله ولا هم ديكا ما كانش كيدير خدمته وما كان ما اذا الضبابيه ما نقدروا نقولوا بحال ما كانش واحد الجهاز ما كاينش، كاين ظاهر شريف، كاينين قوانين تنزلات ولكن ما كانش هو كاداره ما كانش ككيان ما كانش لدابا حد الساعه راه اوغوزمون اوغوزمون جات الكوبي بريفي اللي صادق على البرنامج اللي اعتقاته من السكته قلبيه، ولات ادارات الجمارك هي دابا راه بلا ادارات الجمارك يموت المكتب. قول لهم على القدام كوبي بريفي، اشرح لهم شنو هي الكوبي بريفي بالضبط. النسخه الخاصه، النسخه الخاصه ممكن اي واحد يطابي النسخه الخاصه غادي يخرجوا ليه بزاف ديال المقالات. هذه كانت في العالم كامل باش يستخلصوا المستحقات ديال القرصنه قبل ما تتم. هذا هو البرانسيب ديالها، ان هذاك ديك اليو اس بي ولا ذاك التليفون ولا ذاك السي دي غادي تنسخ في واحد العمل، وذاك العمل عنده مؤلف ديالو. اذا هذاك اليو اس بي قبل ما تدخل التراب الوطني ولا ذاك الجهاز ولا كما بغى يكون فيه ستوكاج ممكن تنسخ فيه، قبل ما يدخل التراب الوطني خصو يخلص هذيك الجبايه الضريبه ديال الملكيه الفكريه. بالنسبه لهادشي هذا حتى التلفازات، اي تلفازه كتدخل للمغرب، اي تليفون، اي جهاز كيقرا الميديا. ودابا ضرب الحساب انت شحال من جهاز كاين واحد الكارثه، كاين واحد الكارثه وهضروا عليها بزاف تاع لي بروفيسور وديال الخبراء في المغرب، هي في الجامعات المغربيه. الجامعات المغربيه الثقافه تاع البوليكو سير عند المول المكتبه ودير فوتوكوبي، هذيك عرفتي كيضيعوا فيها الدراهم في العام بالنسبه لذوي الحقوق اللي هما دوك الناس اللي كيتنسخوا المقالات ديالهم والاعمال تاعهم عند المول المكتبه. كيضيع مؤلف كيمشوا ليه كتمشي ليه الثروه باش واحد المول المكتبه واحد الاستاذ يعيشوا بخير. من دوك هذه الاساتذه الجامعيين وصحاب المكتبات رساله كنوجه لكم، القرصنه الناس خلاص خرا قرصنه باين القانون الفعلي القانون الدولي. هكاك علاش ما كنشوفوش حنا في المغرب كتاب دي ملياردير مفكرين دي ملياردير؟ كاين دابا هاد المغرب اللي كان ديال الخبز الحالي هذاك الكاتب محمد شكري ما شد والو، شحال من لغه علاش ترجمات الخبز الحافي، شحال ديال العمله ضاعت على الدوله دخل دوفيز كانت تجيبها الخبز الحافي يكون حماتها البيم ديها. دابا كيضيعوا الملايين تاع الدولارات بسبب الملكيه الفكريه تاع الخبز الحافي. المهم اني واي برو بان لك في دوك ابناء الديناصورات اللي خرجوا كيديروا فيديوهات كاينين هذيك غير باش نبسطها مزيان. هذوك الناس ديزانتربريت الاغلبيه تاعهم ولا موسيقيين وكيعيشوا مع اصحاب لي ستوديو. شكون هما اصحاب لي ستوديو؟ هادو واحد الشريحه تاع لي بروديكتور كانت في المغرب، وراه هما اللي كانوا كيديروا ديك القضيه تاع الجزء الاول في الافلام التلفازيه اللي كانوا كيصوروا اللي كانوا كيخرجوا للسوق. هي افلام تلفازيه ولكن ما كانش كدوز التلفازه، كيتسمى الجزء الاول الجزء الثاني. الناس اللي كانوا كيشوفوا السيديات كيعرفوا علاش كنهضروا، الدراري اللي كبروا بالفي سي دي كيعرفوني علاش كنهضروا. هادو هما اللي كيديروا الكليبات ديال الشيخات وهنا الروايس. هذا واحد اللوبي كبير، ودابا كيعرفوني علاش كيعرفوني باللي كنتوجه لهم ك
جايهم ديريكت. انا كنهضر معاهم دابا كنخاطبهم، هما واحد اللوبي كبير واستغلوا السذاجه تاع الناس حتى في دوك العقود اللي عندهم، لا ما كتحترمش الحقوق الماديه اي لي دروا كوميرسيال والحقوق المعنويه لي دروا دوتور، ما كاينه ولو كونترا وحده قانونيه. ونتحداهم يجبدوا كونترا وحده قانونيه. والغريب في الامر هما الكونترات، هاد الكونترات كاينين عندهم في المكتب، قبلوا اليوم المكتب المغربي لحقوق المؤلفين في الحقوق المجاوره باش يدخلوا ذاك الجيش. وذاك الجيش واش نيت مؤلف واش نيت ديزانتربريت، خص تما يدار واحد لوديت باش نعرفوا جوج الناس واش عندهم، اعمال اصليه ولا غير نسخ ولا شنو، واش واقع اش واقع اش واقع في الباز دوني ديال المكتب. هذوك الناس دابا اللي كيخدموا هما دوك الناس دابا اللي كيخرجوا الفيديوهات هما ديك الطبقه الصغيره اللي مستافده مع هذا اللوبي اللي كتخدم معاه 150 درهم النهار وضمنوا ليها دابا واحد شوي واحد الصالير، نقولوا صالير حيت هذيك صالير، لان دوك التوزيعات ديال الملكيه الفكريه في المغرب ديال لي دروا دوتور ما مبنيينش على شي قاعده علميه ولا شي اداه علميه، هكاك عشوائيين. ونتحداهم شوفوا البروغرام باش كيخدموا وشنو هو الريغلومون دو ديال لو ريبارتيسيون، نظام توزيع ما كاينش، دو ريبارتيسيون ما كاينش، غير اللي بغيتي لدرجه ان نقدر ديك لا ليست الاولى من غير رقم تسعود كنعرف انا الذوق تاع داك السيد اللي كيدير الريبارتيسيون ديال البلاي ليست ديالو. انا نعرف الذوق ديالو، بانت لي البلاي ليست ديالو هي اللي كاينه في من غير رقم تسعود. دابا داكشي علاش دابا دوك الناس اللي في النقابات فاش كيجيهم داك التفرتيت بحال قلتي هما المكتب بحال كيشري الحواله، بحال كيجيني بحال تماما هادي واللي خطير هو دي فلوس ديال الناس ديال الخواص، هادشي فلوس الدوله لا دخل لها فيه، الدوله بالعكس كتجمع وكتصيفط بالديوانه مصلحه الجمارك هي دابا هي اللي عاد نسمع مصلحة الجمارك دابا هي اللي عتق البيرو من السكتة قلبية، بلا مصلحة الجمارك البيرو في السكتة قلبية. فري فري برو، يعني المستغلين ما كيخلصوش، الراديوات لي زوتيل زيد وزيد داكشي كثير داكشي كثير. دابا ايماجين انا واحد 20 مليون في العام نورمالمون خويا عبد الصمد المغرب حشومه يجينيري البيم تاع 20 مليار، خصو يجينيري واحد 100 150. علاش؟ لان دوله سياحيه وكيتكونسوما فيها الثقافه وكيتكونسوما فيها الترفيه. حشومه البيم تاعها زعما. والمشكله دابا المديره دابا اللي كتدعي باللي هي الجديد ودماء جديده في المكتب، راه هي 34 عام تقريبا وهي في المكتب وقريبة تخرج تشد لا غوتريت ديالها، وكتقول لي حنا دماء جديدة باش 34 عام وهي في المكتب باش دماء جديدة. 34 المشكل 34 عام. واللي خطير اخويا في هذا الشيء هو المكتب استقل في 2016 على الشركة الفرنسية لا سي سي 2016. هاد الناس اللي كانوا في هذه المدة كاملة هاد سنين من السبعينات على ما لا باقي الذاكرة تاعي كتنفعني. المهم كاين كلشي بار انترنيت، فاش شدات لا سي سان واش 72 جو كخوا ما عقلش 72 74 ماشي سيور، فاش شدات لا سي سان هاد الناس كانوا شباب وكبروا مع الناس ديال لا سي سان. من بعد في 2016 فاش خلاتهم لا سي سان حسوا بحال بقاو يتامى، حيت لا سي سان ما قراتهمش ما علمتهمش خلاتهم هكاك، حيت كانت كدير هي كلشي وهما كانوا غير جالسين في لي بيرو ديالهم. داكشي علاش دابا كنشوفوهم كيديروا هاد الاخطاء التقنيه الكبيره، لانهم هما نورمالمون المستخدمين ديال المكتب خصهم يكونوا كلهم تقنيين. والمدير ديال المكتب راه هو ماشي مدير عام، هو مدير تقني لا غير. وهادشي هي اللي ما فهمهاش هاد السيده، لانها عندها تكوين ادبي واقيلا عندها لا ليسونس الحقوق شادها في السبعينات جو كخوا، بعيده كل البعد على التكنيك. ما مسكينه ما 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 ماشي تقنيه، بالعكس هي يعني انسانه ديال الاداره وديال ديال ديال المحكمه تقريبا، حيت المكتب نورمالمون المكتب هو اللي خصو
ينوب على الفنانه في اي مشكل ديال السرقه ديال الملكيه الفكريه في المغرب، ماشي الفنان هو اللي يلقى محامي ماشي ويمشي، بالعكس هذاك الدور المكتب. هذا هما علاش كنكلوا فيه بزاف الناس الحقوق، وبزاف دابا نيت كاينين الناس الحقوق، حتى الدراري الجداد اللي دخلوا بزاف الناس من كليه الحقوق ديال فاس، باقي الذاكره تاعي كتنفعني، دخلوا بزاف بزاف، ودخلوا شي دراري قلال التقنيين مفرقين من المدن المغربيه. برو المشكله نكمل على تاع فرنسا باش ما ننساش اخويا عبد الصمد، المشكل تاع فرنسا فاش خرجت فرنسا في 2016 والمكتب استقل، جات لا كوبي بريفي تنقد من السكته القلبيه، غادي يكون واحد السيد غادي يجي للمكتب، هذاك السيد واحد الانسان رجل ديال الاكاديميه، كيعرف باللي هو ما عارفش ويمشي يقرا، مشى قرا، فاش تلاقينا هضرنا نفس لونغاج، ديفلوبينا لو سيستيم حنا في الشركه، هو قال لك انتم التقنيين انا يلاه كنقرا التكنيك ديال 3 دوتور، نتعاونوا بيناتنا، شي قري شي بداو لي فورماسيون في المكتب مع الشباب، بداو كل شيء كاين، عندي لي فيديو كيوثقوا كل شيء، كاين كاع الادله. من بعد غادي تحيد داك السيد، غادي المهم غادي يدير واحد السيناريو للشركه، هذيك الشركه كاين في المحكمه ما كاين لازم ندخلوا فيه، من بعد غادي نكتشفوا بلي رجع لاسي سان، تما غادي يفهم بلي داك الشيء كلشي دار باش المغرب ما يكونش قوة إقليمية في حقوق الملكية الفكرية، باش حنا ما نكونوش باش حنا ما نكونوش منافس تاع فرنسا، لأن فرنسا كتدخل 14 مليار الأورو في العام من الثقافة، والمغرب إلى صلح الميدان تاع الملكية الفكرية بشكل تلقائي غادي يتعامل مع خوتو الأفارقة بشكل تلقائي، غادي يجيو عندنا لي زافريكان ولا جاو عندنا الافارقه راه غادي نولوا قاره ماشي دوله، ولا كانت قاره الغوفوني ديال لا بروبريتي انتيليكتويال ديال الملكيه الفكريه غادي يكون طالع، والمغرب هو اللي غادي يكون واقف عليه، لان الانفراستركتور المغرب اللي قادها، البنيه التحتيه يكون المغرب اللي جابها ومستقله على فرنسا. هنا فين فهمت بلي وحلنا مع جيوب المقاومه ديال بعض الشركات الفرنسيه، ما كنهضرش هنا على الدوله الفرنسيه، كنهضر على بعض الشركات الفرنسيه، هما اللي خايفين على هاد الارباح كامله اللي تولي تقسمها معاهم شمال افريقيا وش افريقيا والشرق الاوسط. وكاين الادله، كاينين الادله العلميه، كاينين ادله علميه كيثبتوا هادشي اللي كنقولوا. نتمنى البام تتبنى القضيه وتنوض ترفع دعوى قضائية على هذه الشركات، لأن لافير تقريبا الخسائر المادية المعنوية كتحسب الملايين تاع الدولارات، وانت راه عارف هادشي اخويا الصبر. هاد الامريكيين دابا انت غادي تدوم مع الناس انا كنهضر على المؤسسه اخويا عبد الصمد، فهمتي الميساج ديالي، انا كنهضر على المؤسسه ما كنهضرش على كنهضر على البام ديال الحقيقيه. ما هذا ما عندهم هذا غادي تسوي البام ديال الحقيقيه، انا كنهضر على البام ديال الحقيقيه، ها دابا راه غير شبح ديناصور شبح، ما كنسيئوش المؤسسه، كنسيئو دابا الطريقه تصيب المؤسسه باش نتفاهموا. اخويا شوف حيت هما ما كيفهموش، حيت ما كيفهموش ان على لدرجه ان المديره ونتحداها تثبت العكس. وكاين عندي الادله القضائيه كتقول في واحد التقرير باللي واحد الجواب ديال المحكمه باللي انا كندير القرصنه للراديو باش نعرف شنو داز، قلت ليها كيفاش انا غادي ندير القرصنه لواحد الاشاره عموميه، اي داكشي راه متلوق راه كيسمعوه كاع الناس، قلت لها راه اي واحد يهز غير شازام ويبقى يسمع لي راديو ويسكاني بشازام ويقيد شنو داز، هادي مانيويل، قلت لها حنا درناها بشكل اوتوماتيكي بتكنولوجيا دي باز دو دوني اكسيتيرا، قلت كنقول لها كيفاش انا نقرصن واحد الاشاره عموميه شرحي ليا، كتقول لك لا قرصانه دابا هكا حنا تاني ما درنا تخيل شي حاجه اخرى، راه تقدر تقول لها قرصنا دابا راه قول قرصان قرصان الناضيه ولا وانت ديك الوقيله تقول لك حتى النقي بالمعجزه راه قرصنا. هما المشكل ديالهم
ما كانوش كيتسناو انا غادي تجي واحد لا جينيراسيون لا غتقلب عليهم الطبله. هما حنا هما قالوش هما نساوش حنا 40 مليون هما كيعرفوا الحقوق ديالهم عمرهم ما غيدووا عليها. اخويا عبد الصمد ونساو باللي حنا 40 مليون نساو باللي حنا 40 مليون اخويا احنا 40 مليون الدراري ما جاش هاد العصر يجي واحد غادي يجي. كون ما كناش حنا اللي دويني على هادشي انا متاكد كون غادي يكونوا وحدين اخرين الا وصلتهم المعلومه غادي تماما تماما. ولكن شنو هي الزوينه في هادشي كامل وفي هاد ليستوار كامله من الاول؟ هما هاد الناس كاملين دابا اللي ليغو ديالهم كيهبط كلهم ما كانوش كيحملوا الموسيقى الراب والموفمون الراب. تعالنا الدراري تعالنا البروخ دابا المشكله هو احنا علاش حنايا ما كنتقدوش الموسيقى اللي كيديروا هذيك الموسيقى ديال الجيل ديالهم وكنتقدوا الموسيقى اللي كنديروا حنا. ما يمكنش ان احنا نعيشوا في 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 الحقبه ديالكم نتوما برو. هذه حقبه جديده فيها ناس جداد. دابا راه حنا عندنا راه حنا جيل اخر راه كاين حنا راه ولدي الصغير انا عند اكيز تليفون كيبقى كيدخل الراس برو البرو 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 برو ما ادبوش معاهم راسنا راه العقل تاع الديناصور قال لك اذا انت تستحي ماشي ما محشموش اخو انانيين اخويا حنا ما انانيين علاش؟ لان حنا كنطالبوا غير بلا ترونسبارونس خويا ديجيتاليزاسيون راه مزيانه لكل شيء. اي واحد كيدير شي حاجه غادي يتحاد ديالها انت معروف غادي تاخذ انت ما معروفش تاخذ هما بغاو واحد الحوار كما مانويل هو معاهم صح هي اصلا ما كتصحش ماما نوال كتعطيهم لي كادو كتعطيهم في اش كتقر عليهم يعني دونك الا كنتو رجعوا للور وخليونا نديرو خدمتنا فهمتيني. واللي كيستحق شي حاجه غادي ياخذها. لا تكنولوجي الانتيليجنس ارتيفيسيال ما كتعرف لا انت صاحبي لا انت عشيري كتعرف انت اشنو كدير سالينا كنت كتخدم تاخذ المستحقات ديالك ما كنتيش كتخدم اصاحبي ما غاديش تاخذها نورمال تاخذ والو هما ما بقاو يديروا هو ياخذوا فهمتيني. وهذيك اخرى هذاك هو سميتو العادل الدوله. الدوله راه ما عندها حتى شي دخل في هذيك الفلوس. الدوله ما غتعطينا حتى وز هذيك الفلوس حنا كتجينا من ضروه بريفي كتجينا من كتجي الناس من الاستعمالات ديالهم في المقاهي هذيك الفلوس لي زارتيست من الاستغلالات كاملين جميع انواع الاستغلالات شي اللي كاين برو هذاك حق الناس ما كيعطيوهمش لي كادو. واش دابا على عقليه انستالو لهم في دماغهم اخويا يوسف انستالو لهم العقليه ديال يحسوا ديما داك المكتب دير معاهم المزيان كو هذيك راه فلوس فلوس كاليك اصاحبي كطلب عليها هذيك اللعبه ديك اللعبه ديال اللي كنتسناو الصدقه تاع التسول والتوسل. حنا ماشي متسولين وماشي متوسلين اصاحبي. انا خويا نعرف راسي غنستحق نشد 30 درهم ما كنخدمش غادي نشدها وغنسكت حيت ما كنخدمش ما كنخرج والو. ولكن اخويا غادي نخرج البوم غيتسمع في المغرب كامل برا المغرب ما نعرف اش خويا حقي تما برو فهمتي. اسير هادشي هذا غدويني عليه ديك النهار ياش مع الدراري هادشي هذا غادي يبدل هاد المكتب هذا هو القلب ديال الاندستري في المغرب. الا كان فاسد الاندستري كامله فاسده الا خدمتو